صباح الخير، معكم منى زايد، نازحة من الوزعية تعز إلى عدن مخيم الشعب. تعالوا أوريلكم بيتنا. هذا الحطب هنا نروح نجيبه من مكان بعيد، هنا أمي ما تصلح لها القرع. هنا اسمه أختي وبنت خالي يلعبوا بالمكعبات. تعالوا أوريلكم غرفة النوم. هذا أخي سلطان نايم هنا، هذه الغرفة اللي ننام فيها كلنا، ما فيش إلا هي واحدة. هنا أختي تكنس الصالة. تعالوا أوريلكم المطبخ حقنا. هذه هنا أمي تطبخ الأكل، وأمي تشتيني أروح أجيب مي من الخزان الرئيسي حق المخيم أنا وزميلتي. هل صاحبتي رافع أنه بنروح نعبي مي؟ أنا وياتي كنا نروح دائما بالمدرسة، والآن قفلت المدرسة بسبب فيروس كورونا. انتي راعي لي هنا زمان ما ادخل بالحمام بخرج لك، تمام يا رهاب؟ طيب. دون الحمامات دائما ندخل فيه بهم حق المخيم كامل، نحاول نخليه نظيف مشان ما يسيبناش فيروس كورونا. احنا جينا بسرعه مشان نعبي المي، لانه لو جات الزحمه بينتشر فيروس كورونا من الزحمه. ايش رايكم نصلح بيت؟ يلا. جا قيس ابن خالي قابلنا الخضرة. الآن بروح أساعد أمي بقطع معاها الخضرة. كل شيء لازم يتنظف عشان نحمي نفسنا من فيروس كورونا. بنغسل يدتنا تمام عشان نحمي نفسنا من مرض الكورونا، حتى لو ما في صابون نغسل يدتنا تمام. أتمنى لا يأتينا فيروس كورونا أبدا. فرحانة إني بين عائلتي وصاحبتي عندنا بتتغدي. يلا تعالوا، بسم الله تعالوا نأكل.